مثل العدل، محني مثل التواضع، وبحد الفاصل بتخلص لبنان. عطر الليل من علمك هالحكيات. شفت حالي قدامك ومع السيف، وشعب كتير حولي وبدي أقدم الهدية. نسيت شو قالوا لي قوم ولازم قوم، طلع بالي هالحكيات. سامع يا شيخ خاطر؟ سامع. يا بنتي يا عطر الليل، انت منين؟ انا من انطرياس. وبأنطلياس التقينا بأبو صقر الخازن، كنا أولاد صغار وكان خالي أخدنا تيخبينا بعكار. قالوا أبو صقر الخازن جيبوهن عبلوني، أخدونا عبلوني وربونا ببلوني. شو جابك لهون؟ بيي عسكري عندك. شو اسمه بيك؟ عباس. عباس من أنطلياس عرفته، هيدا عسكري بحبه. وينو بيك هلا؟ واقف بهالليل وجوج الليل. يا مولانا المير قلت لهم كلهم صاروا حاضرين، خليهم يتفضلوا. وانتي خليكي هون، كتب لك تضلي هون، مش صدفة جيتي لهون. غيبة 5 سنين وبعدهم بيحبونا، بالحدا لقونا. غيبة 5 سنين الاضطهاد زاد، وأهالي البلاد شفتوا ناطرين. الوقت مدهمنا واليوم بسني، لازم نبدأ. لازم نبدأ. بدكن الاستقلال؟ بدنا الاستقلال. اعتمدوا على الله وعحالكم، خدوه بالقوة بضربة السيف اللي بتضوي. أنا ما عندي لكم غير السهر، غير التعب والسيف ودموع الحجر. جاي أنا تهزكن مثل ما هالريح بتهز الشجر. سهر وتعب يا